وقتها عندي 8 سنين ونص، والكابتن بتاعي اكتشف ان انا العب رفع اثقال. بدات ان انا يعني مع الوقت ان انا بكبر وكده، دخلت اول بطوله ليا كان عندي 12 سنه، كانت محليه مش دوليه. من البطولات المحليه اختاروني ان انا امثل مصر في فزاعه اللي هي كانت 2017، كان وقتها كان عندي 17 سنه. فدي بدايتها، يعني دي بدايه التاهل ليا طوكيو، ودي بدايه ان انا ابدا ان انا اعمل ميداليات تاهلني في السي بتاعي طوكيو. عملت برونزيه كبار في فزاعه 2017، وده من السقيم، وكان دي اول يعني الناس اول مره تشوف ان واحده جايبه ميداليه ذهب وبرونز في نفس الوقت يعني. بعد كده الحمد لله ربنا وفقني، كملت المنتخب ودخلت بطوله العالم في المكسيك 2017، بس يعني في شهر مختلف. عملت فيها ذهب ناشئين وبقيت بطل زي الناشئين، وكملت تأهيلي لطوكيو ان انا عملت بطوله عالم. بعد كده كان بطوله افريقيا، وكان برضو اول مشاركه ليا في افريقيا، وعملت فيها ذهب برضو الحمد لله، وكسرت فيها رقم من 103 ل 106. بعد كده رحت دبي مره تانية، كان 2019، عملت فيها ذهب كبار وذهب ناشئين، كسرت رقم من 106 ل 110. بعد كده كازاخستان كانت برضه بطولة عالم مكملة للتأهيل لطوكيو. هو الحظ ما وفقنيش فيها قوي لأن أنا كنت تعبانة شوية، بس عملت فيها ذهب ناشئين وعملت فيها زيادة كبار. بعد كده أبوجا، دي تقريبا كانت آخر حاجة قبل الكورونا وقبل ما الدنيا تقفل، عملت فيها ذهب ناشئين وفضية كبار، وكسرت رقم 110 116. رجعنا بقى بعد الكورونا، وكانت أول بطولة لينا بعد الكورونا وبعد القفل لكل الدول، هي كانت في فزاعة 2021، عملت فيها الحمد لله فضة، وتم تأهيلي رسمي لأولمبياد طوكيو. صراحة هي ما جاتليش الفكرة، هي جاتلي بالصدفة. أنا كنت ماشية في الشارع، يعني وقت ما كان عندي 8 سنين او 9 سنين، المدرب بتاعي لقاني في الشارع، يعني قال انا عايز تعمل معايا رفع اثقال وعايز تبقي بطله، وهو اللي حمسني ان انا ادخل اللعبه. يعني ما فكرتش فيها، بس انا لقيتها ان هي حاجه مناسبه ليا، يعني ما كنتش عارف اصلا ان في رياضه ذي الاحتياجات الخاصه اطلاقا. لما بدأت أدخل بطولات محلية، الكابتن بتاعي كان دايماً بيفرجني الأعلى في الحاجات اللي عندهم، في إن هم بيقولوا إن إحنا قادرين نعمل حاجة، حتى لو كان المجتمع مش شايفنا فإحنا قادرين نعمل حاجة. أول مرة كنت شفتهم اللي هو أنا ما كنتش عارفة أتكلم معهم إزاي، بس لقيتهم متقبليني جداً. وبصراحه كابتن شريف من الناس اللي انا بحبها جدا والعزيزه على قلبي جدا، وده كان صراحه لو كنت قلت له اي حاجه ما تخلش عليا باي معلومه ابدا. اتعلمت منهم الثقه بالنفس والصبر على اي محنه هم بيعدوها او على اي رقم هم عايزين يعملوه، فده واتعلمت منهم الثبات ليا، وازاي العب، ازاي اثبت، وازاي ابقى يعني شكلي في الماتش عامل ازاي، عارفين منهم كل ده. درجة المرات دي يعني برونز او فضة، يعني هو الماتش مش هيبقى سهل، هيبقى فيه يعني ضرب جامد جدا، فلو ان شاء الله يعني احصل على برونز او فضة. هي نيجيريا لوس بطل ميزاني من ريو 2016، فهي يعني ما شاء الله عليها حلوه جدا، يعني الذهب اكيد مش هيضيع منها، فدي اقوى منافسه ليا.
بس يعني انا متوتره زي ما اي حد متوتر. يعني اولمبياد اول ايفنت ليا على مستوى العالم كله، العالم كله هيشوفني. يعني هو يعني ممكن ما يكونش فيه جمهور، بس فيه جمهور بيشوفوني من موبايلهم من لابتوبهم. في توتر كبير ليا، بحاول ان انا اركز ان انا ما اخطاش اي محاولة، اعمل التارجت المطلوب مني، حتى كل تركيزي ان انا خلاص يعني ما فيش وقت ان احنا نهزر، ما فيش وقت ان احنا ناخد الموضوع بالزور. لا، المرة دي لازم يعني استرجل كده شوية والدنيا تبقى بإذن الله تمام. وانا احب اشكر كل الناس اللي كانت بتديني دعم، سواء على الفيسبوك بتاعي او الناس اللي دايما بتشوف صوري فتدعمني. اشكر اهلي واشكر مامتي وبابايا واخواتي، ومامتي بالاخص لانها تعبانه معايا جدا، وكانها هي اللي داخله الماتش، يعني مش انا اللي داخله الماتش. وبقول لهم تعبتكم ليا، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم. وعايزه اشكر اللي بجد بتديني الرفعه المعنويه ليا، وخصوصا بعد الاعلان الفظيع الجميل اللي عملته هي أليانز على دعمها الكبير اللي دايما بتدعمهن، حتى لو كان صغير قد كده فبالنسبه لنا هو كبير جدا.